أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم لعلي آتيكم منها بخبر
تثقلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين
وأن ألق عصاك فلما رأيها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إن من الآمنين صدق الله العظيم.